بس اسال سؤال واحد، لو قلت واحد من الاهل العباسيه هتنزل تكسر العربيات اللي تحت بيتك؟ لا بس يبقى اكيد الناس زيت مش من العباسيه، ولا هتتخانق معاه اساسا. خليها ان هو نازل عايز يامن منطقته، مش هيكسر حاجته. صح، يعني هو نازل بيامن منطقته من البلطجيه اللي جاي عليه من التحرير، مش هيكسر في حاجته. عمرها ما هتعقل، مش هيحرق البلكونات. انا اتصبت بالطوب، الطوب وازاز، الطوب وازاز. البطاري كان بيطلع في حمايه بيطلع في حمايه الامن المركزي، حمايه الدرع دون، بيطلع في حمايه الدرع يضربنا. اللي اسخن من الدرع، احنا عارفين ان الداخليه اسرى البلطجيه. اللي اوسخ من ده كله ان الجيش واقف بمدرعاته والضرب بيطلع من وراء الازاز والطوب، وهو بيفرقع نحله وضرب النار، بيفرقع نحله وضرب النار. لكن حميم هم من وراه، من وراه. اه الرباط ده كان في الدنيا. الف سلام عليك، الف سلام، الف سلام. معلش بلدك تستحق كل الكلام دوت يا عم. لو بس البلد دي تستحق من كده، البلد هي حق علينا والمفروض كلنا نقف معاها. هي الراجل ده مثال للرجوله والشهامه. البلد دي ناقصه واحد، هي لو ناقصه واحد يموت وتتعدل انا الواحد، مفيش مشكله. لو ناقصه واحد وتتعدل كلنا نموت، كلنا نموت، كلنا نموت، كلنا نموت. دي بلدنا. ايه بعد كده؟ السلام عليكم. شكرا لك.